عبر الهاتف الأستاذ حسام سليمان، مدير مؤسسة طبيعة بلا حدود، اللي ساهمت منذ نشأة هي المؤسسة قبل 13 عام للاهتمام بالسياحة والبيئة والحفاظ والتثقيف والتوعية للحفاظ على الكنوز الطبيعية عبر عدد من النشاطات المهمة. اليوم الجهود ما زالت مستمرة بعد مشهد الحرائق، يمكن اللي حرق قلوبنا بالأيام الماضية. نتعرف أكثر عن هي المؤسسة والأنشطة اللي عم تقوم فيها حالياً. بيسعدنا نرحب بالأستاذ حسام سليمان، يسعد صباحك، مدير مؤسسة طبيعة بلا حدود. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ حسام. يعني مثل ما حكينا بالمقدمة، 13 عام على طبيعة بلا حدود، عمل كبير خلال هاي الفترة من السنوات قمتوا فيها. خلينا نحكي بالبداية عن المؤسسة بشكل بسيط لو سمحت. طبعا مؤسسة طبيعة بلا حدود مؤسسة تعنى بالسياحة البيئية والتنمية المستدامة داخل سوريا وخارجها. أنشطتنا تتركز بشكل أساس في الساحل السوري وجباله. مؤسسة طبيعة بلا حدود حازم سليمان، وهي مرخصة من وزارة السياحة. احنا بالأساس بنشتغل على نشر الثقافة البيئية، التربية البيئية، والعمل على العديد من البرامج التنموية، إضافة لنشر ثقافة التطوع. طبعا عند شرائح المجتمع كافية، وهم بيكون في عنا تركيز على الشباب والأطفال. الشباب بنعتبرهم رأس المال البشري، الأطفال بنعتبرهم خامل المستقبل. طبيعة بلا حدود بتتوجه نحو الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، على الالتزام، على التفاني. والعمل التطوعي بيعطي الشباب شيء من الفخر، من الصبر، بيعلمهم على التسامح. بهيك حال بيكون الشباب قادر على بناء نفسه. لما بيكون بناء نفسه بشكل جيد بيشارك ببناء مجتمعه، بيحول طاقاته الخاملة بداخله لطاقات منتجة، وبهون بيكون في فرصة للشباب ليشارك بكل شخص بحسب تخصصه وقدراته وإمكانياته، ليساعد الدولة نفسها باقتسام مهام معينة، وهذا الشيء بيعزز دورنا ودور مؤسسات المجتمع المدني. كذلك الأمر بنركز على الأطفال، بحس يكون في تربية بيئية صحيحة لهم، ليعيشوا السعادة، السعادة مع الطبيعة الأم. نعلمهم الاستمتاع بالمطر، الثلج، الشمس، بالغابات، كيف ممكن يستمتع بالمتنزهات ويحافظ عليها، يتسلق الجبال، يتسلق الأشجار، كيف ممكن يكون رفيق للحيوانات، كيف ممكن يستمتع بالأزهار دون قطفة، كيف ممكن يزرع شجرة، يزرع وردة. بمعنى يعني يكون في استثمار بالأطفال بعيدا عن المنحة أو المعنى السلبي، إنما أعطائهم دور نشط بمجتمعاتهم. ليعيش الطفل بعيدا عن التهميش أو الاستغلال أو الإهمال. طيب أستاذ حسام، قلت بالبداية أنتم كمؤسسة معنيين بالمرتبة الأولى بالساحل السوري، وشاهدنا بالأيام الماضية كيف الحرائق استهدفت مساحات واسعة من محافظة اللاذقية وطرطوس وحمص. خلينا نحكي عن دوركم خلال الأيام الماضية. ذكرت أنه التربية البيئية هي المهم جدا التركيز عليها من خلال عدم افتعال الحرائق، من خلال المحافظة على الغابات والحفاظ عليها بطريقة سليمة. طبعا للاسف الحرائق اللي طالت غابات الساحل السوري هي حرائق كارثيه. كل سنه عم نتعرض للحرائق، انما السنه هاي كانت فعلا كارثيه. كانت كبيره جدا. طالت مساحات كبيره على مد النظر. بالمساحات هي عندنا غطاء نباتي كثيف كان بيتضمن اشجار معمره. في كان عندنا النباتات العطريه، في الحياه الفطريه، بالإضافة للطيور والحيوانات اللي هربت من الحرائق، اللي ممكن ما تتمكن من العودة لبيئتها إلا بعد سنوات، وممكن ما تتمكن. إضافة لأهمية هاي الغابات بتنقية الهواء أو أوراقها، مثل ما بنعرف إلى دور مهم بامتصاص الضجيج. وعندنا من الأشياء المهمة كمان أهميتها في السياحة البيئية. إذا عندنا هون تدمير للنظام البيئي. بطبيعة بلا حدود عملنا مجموعة من الفرق التطوعية، منها فرق تخصص بإطفاء الحرائق، فرق للتشجير، فرق للتقليم. ما يعنينا هو فريق إطفاء الحرائق، لطالما كل سنة عم نتعرض لمجموعة من الحرائق، عم نتعرض للحرائق. كان في عندنا فريق كوارث
بيئية بالمؤسسة، ونحن حاليا بسبب وضع بروتوكول للتدخل السريع فريق مدرب متخصص بمهارات عالية ليكون رديف لبعض الجهات الرسمية من أصحاب الاختصاص، سواء مديرية الزراعة أو الدفاع المدني أو ما شابه. وطبعا هناك شروط دائما للتواجد ضمن أي فريق، وكل فريق يتضمن عشرات المتطوعين من أصحاب المهارات الجاهزين للعمل ميدانيا، إضافة إلى تخريج شباب جدد قادرين على الالتحاق بالفريق. نعم، يعني مثل ما حكيت أستاذ حسام كان لكم دور من خلال تقديم يد العون بإخماد الحرائق. كمان قبل ما نختم حديثنا رح يكون في على خطتكم القادمة دور أيضا ومساعدة بإعادة تشجير المناطق المحروقة. طبعا الطبيعة بلا حدود بشكل دائم بشكل سنوي بالربع الأول من كل عام عندنا حملات تشجير بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بتقدم لنا الغيرات مع محافظة الدقيل بتقدم لنا وسائط النقل. حملات التشجير دائما بنتوجه فيها للمناطق المنكوبة، وبنفس الوقت بنتوجه فيها للمناطق الجرداء، عندنا مناطق جرداء كثيرة. ودائما بحملات التشجير احنا بنركز على بعض الأشجار بعد التنسيق مع أصحاب الاختصاص على الغار لأهمية فوائد أوراقه وثماره، وعلى الخرنوب له أهمية بأنه بثماره وبنفس الوقت كحاجز لمنع انتشار الحرائق. حملاتنا مستمرة ببداية كل عام إن شاء الله. نعم أكيد بدنا نشكرك الأستاذ حسام سليمان مدير مؤسسة طبيعة بلا حدود. نشكر جميع الشباب السوري والفرق التطوعية اللي ساهمت بشكل كتير كبير بإخماد الحرائق، وأكيد لفوج الإطفاء والدفاع المدني اللي كان لهم دور كتير كبير. شكرا كتير لك. شكرا.